إيران الحرب الروسي قبل قليل باستهداف المشفى الوطني في مدينة معرة النعمان بريف إدلب بثلاث غارات جوية أدت لخروج هذا المشفى عن الخدمة بشكل كامل وأدت لدمار معظم أجزاء المشفى. معظم الأجزاء في المشفى خرجت عن الخدمة وتدمرت. نحن الآن في غرفة العمليات في المشفى التي من المفترض أن تكون الغرفة الأكثر أمانا في المشفى. اخترقها صاروخ ارتجاجي، اخترق الجدران عدة جدران وأدى إلى دمار الغرفة بشكل كامل مما أدى لخروجها عن الخدمة. تتم الآن عمليات إخلاء المرضى والجرحى الذين كانوا بداخل هذا المشفى، يتم إخلاؤهم إلى مشافي أخرى. المشفى خرج عن الخدمة بشكل كامل. عمليات الإخلاء ما تزال مستمرة، لكن هي جريمة حرب جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الروسي على الأراضي السورية. استهدف هذا المشفى بشكل متعمد ومقصود مما أدى لخروجه عن الخدمة. استهدفه بصواريخ نوع ارتجاجي أدت لدمار كبير في أجزاء المشفى. تحاول فرق الدفاع المدني وفرق الإنقاذ إخلاء الجرحى والمرضى الذين كانوا في داخل هذا المشفى. يذكر أن المشفى الوطني في مدينة معرة النعمان يعتبر المشفى الأكبر والأضخم في المنطقة، والذي يخدم معظم سكان ريف إدلب وريف حماة ومعظم سكان المنطقة. للأسف المشفى خرج عن الخدمة بشكل كامل. للأسف نحن شايفين المشفى، شو اللي صار فيه؟ حكينا شو اللي صار بالضبط؟ والله يا أخي مرضى مش شاطحين بتخوتهم ومرافقين معهم، ونحن قاعدين اللي ما عنده شغلة قاعد، واللي عم بيشتغل عم بيشتغل. ما حسينا إلا انفجار، خوف، الرعب. المرضى إيش بدك تعمل يعني بهالحالة؟ والله ما بتعرف إيش تعمل. بدك المريض ولا بدك حالك ولا بدك المرافق ولا بدك الطفل؟ لحد الآن في أطفال بالحاضنات، والله هذا الشيء بيأسي. اطفال الحاضنه. الغارات دكتور الانفجار ناجم عن غارات جويه؟ الانفجار ناجم عن غارات جويه، ثلاث غارات جويه ما في بين الوحده والوحده الان 10 دقائق. اجت طياره ضربت مشفى اول ضربه، ورجعت الطياره كمان ضربت ثاني ضربه، ورجعت ثالث ضربه. طبعا بالمشفى ولكن باماكن مختلفه بالمشفى. طبعا المشفى كان مليان. طبعا المشفى هذا بيخدم كل شيء، يعني تصور في عندنا اطفال على المنافس، اطفال بالحواضن. الله يعطيك العافيه وشكرا كثير لك. شكرا.